جماعة الجنيه ده ما فيه طريقة أي زيادة. يبقى كانت في حديدة واقعة هنا ده فتشوها. الله يا قال غيثم، نحن والله وصلنا الضنك خلاص، بقينا حاجة كده نن ما فيشين. معقولة نوصل لمرحلة زي دي؟ يعني نلقط في الخمسين الجنيه الواقع في الواطا والحديد اللي هناك؟ يا اخوان الوضع ده حيكون لمتين لمتين. بلا ما تشوف لنا كيمو يا اخي. اخوانا والله كيمو ده له اسبوع لا دق كفر لا في قرش خش اجيبه، عطالته ذاته عطاله ناشفه خلاص. ها اسال وديت قروش الايجار كان جيبه اتملى. من وين؟ اخوانا احنا نكون ناس واقعيين، انتوا عارفين في ازمه عالميه صح؟ واقوى الاقتصاديات مشلوله. كمان عليك انا اخش في الموضوع يا اخي. اخوانا اخواننا الشهر ده ناشف، شهر ناشف، وهو تشوف السوق براوي يا اخي. اسمع بدون ديتيلز ها؟ بدون تفاصيل. ايوه اخواننا عشان نتخارج من الشهر ده لازم حل واحد، حل واحد. اي نظرياتك دي انا بعرفها، تلف 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 وتيتك عليه فوق راسي ده، ما بدين لكم والله ما بدين لكم. طيب ما بدين يا بله يا بله، ما دين يا اخي ما دين. الحل واحد فينا لازم يعرس. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا كمال انت عارف لما قلت الاقتصاديات ما اقتصاد، قلت زول ده خلاص فاهم وزول عنده سب منتلتي. انت ما عندك اي مخ يا اخي، تعرس بياتو منطق. اول حاجه هدومنا في المكوجي لها اسبوع ما قاعدين نمشي نجيبها، حق المواصله ما عندنا، قاعدين نتكلم عن الجنيه الواقع في الوطن نفتش فيها، تقول لي نعرس؟ نعرس بياتو منطق يا اخواننا. ما عرس عرس يا اخي، مين دريبنا ده يا بلا نقوم نخطب ليك؟ عبيد عبيد. لا 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 دقيقه دقيقه، خلينا نشوف نظريته نهايته شنو كي يقول. يا بلا يا بلا، نحن لما نخطب لك بنت الجيران، عمك حسن ده بنته جيراننا كتار، لما تخطبها اهو ناسنا سابتنا، الصينيه داخله والصينيه طالعه، شاي كيك باستورما هكا الجلابيه دي البسوها، ما عندكم غيار نغسلها امرق عشان يقشوا لكم تمام. بعدين عين البيتزا هاته اللي خطبناها لك دي، لو عجبتك واصل معاه بالفيول ما في عرسه. حسيت انه البيت دي كرن كرن ثقافة كده، انا افتكر والحته ديك ما قادر عليها، طوال يقول لي اسمع يا زول هي التليفون ده حق منه، افتعل لك اي حاجه وتخرج منها والموضوع انتهي. اخوانا انتوا بتمون كيفين؟ تنظروا ساكت انتوا؟ ما بدوني يا اخوانا، ما بدوني انا، لا شغل لا مشغله، لكن اقول لكم النظريه كيمو موقف خير مني. كتر خيركم وبارك الله فيكم، والله ده احساس منكم جميل جدا. بس لكن انا في الحقيقه ما في حقيقه وما في لكن. انت زي اخونا الكبير يا اخي، نقعد نعاين لك كده وسنين جاري دايرين لك ولا دي سندك؟ انا بشوف نقوم نلبس ونمشي ناخذ القوايد. كويس كويس اصبر، دايرين تخطبوا لك وين؟ عمك حسن ده جارنا بيتو نخطبه لك طوال. لا 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 عليكم الله يا اخوانا، شوفوا لكم اي عيد اخطبوا لي في اي مكان، الجيران ذات اخطوني منهم. الراي صعب يا اخي. يا اخي ما تلكينا يا اخي، يا اخي ديل بعد ده حيبقوا نسابه والناس بتتغير، وزي ما بقول النسب النسيب عين شيء. ايوه خير. ابشر عليك الله يبارك فيك. 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 مبروك يا كيمو، والله يعجبني لك. والله العظيم. طبعا كأول مرة يعني الواحد في حياته يخدم على مشروع زي ذا. فبكون الصدمة ذاتها كده. أها ما قالوا لكم ادونا يومين ثلاثة كده نشاور، نسأل أهل البيت عمامة، نشوف كيمو ده منو أخلاقه كده. وين يا كوتش؟ والله يا عمك ده أبو العروس ده ما صدق. بعدين البيت ذاته كبروس قول يا اخو الراجل طلع معجب بيك طبعا، ماسك سيرتك لغايه ما مرقنا ما فك سيرتك. الله يبارك. لكن الزول ده زمان لما يجي ينزل ميدان بيصفر ويعمل صفافير وكذا. لا 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 يا اخي دي ما نشوه مشجعين ساكت. حراره حراره مشجعين. لحظه هاي التليفون. ايوه 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 مرحب جاي منصور بارك. هاي اخوانا هاي هاي اخوانا والله هو البيت ده راجل صعب الصعوبه دي في وشه يا اخوانا. لا لا يا اخي ما صعب ولا اي شيء، دي زغلغ لدعيون ساي. بعدين الموضوع ما كيمو البيت بيتنا؟ بيتكم بيت كيمو. اوه يا شباب العرس ده لو تم معناته العروسه دي حتجي هنا، العروسه دي لو جات هنا نحن شافنا في السوق الشعبي ما كذب، العرس ده احسن نشوف له حل ما يتم.
لا 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 يا جماعة الانتي فيروس بتاع الموضوع ده عندي يا اخي اسمع ما اقول دي التهاني طبعا التهاني بدت والله يا جماعة انتوا كلمتوا زول؟ لا لا يعني التهاني انت ما مشهور معجبين وكده ده بكون شنو؟ اللعيبة بتاعتك الزمان اللي بتدربوا اخوانا هاي اخوانا الله احنا جوعنا يا شباب ما تهموا نحن عندنا نسابة شنو جوعنا وبتاع اصبروا شويه اديها صنعه احتمال هي تجي نصيبيه هاي الله هذه مسابتنا كوتش ايه وانت ماشي عليك الله فتحت الباب لقيت صينيه كبيره مين يتناولها منك عجبني ليه والله والله استاهل استاهل هذا المشبكنا 1 2 1 2 حاجه تشغل مصيبته دي ايوه حاجه تشغل شويه هاي والله ايوه مرحبا السلام عليكم اهلا شلا كويسين كيف يا ابو النسب تمام الحمد لله والله شلا جماعه كويسين كلهم كويسين والله جماعتنا اللي انتم تمام والله كلهم كويسين ابوي رسل لك قال لك اكل غدا ايوه كويس السلام عليكم هاي يضبك اماكن عارف الراجل ده راجل صعب انا هين لقيت جماعه جوا جاعوا